صدقر الشيخ ذكرها قبل أيام بعض المشايخ، قال واحد عامل بنغالي كان يشتغل عنده، فكل ماله حقه، فيقول له يا رباب أعطيني راتبي أعطيني راتبي أعطيني راتبي، قال له سيما ما عندي أنا شيء، بعدين، قال أنا محتاج أعطيني الراتب شهر شهرين ثلاثة مات، قال له بدعي عليك، قال له تندلها الكعبة، قال له أيوة، قال له زين بس الكعبة هناك ادعي علي. استهزئ. هذا ما عرف العظيم الذي سيدعوه ذاك الضعيف، لأنه سيدعو من؟ سيدعو العظيم. مسكين الأرباب. صار البنغالي العمرة وهناك في الكعبة دعا على الأرباب اللي خضى ماله في الكعبة، لأنه قال لهم بصير الكعبة ادعي علي، ما سده هنا يدعي في الكعبة، دعا عليه هو هناك بعده ما واصل البنغالي، ما واصل هذا، أصابته جلطة وفي المستشفى، قبل لا يصل البنغالي هنا مات الأرباب. يوم رجع البنغالي صار يسأل عشان يخبره، يقول له أنا دعيت عليك تراني في الكعبة أعطيني، قالوا له ما حد أرباب روح المظلوم، ها اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، انتبه لا تظلم، وانتبه أن هناك عظيم، لأن ما قدرنا العظيم ولا عرفنا العظيم وتساهلنا في الأمور والأوامر والنواهي. شوف بعض الناس كيف يستهين بالعظيم، العظيم شوف الله تعالى رزقك ويعطيك، شوف الهوى، هذا الهوى اللي تتنفسه كم ستدفع عليه لو منعت منه، كم ستدفع؟ ملايين ستدفع عشان تتنفس الهواء. كم من الناس اللي ما يتنفسوا بالأكسجين ويدفعوا فلوس وجالسين في المستشفيات، انت تتنفس براحة وطمأنينة، بلاش، لا تدفع فاتورة ولا ضريبة ولا شيء. شوف النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقليل من عبادي الشكور.